دكتور عمار الجمري، كان تحكي لنا على الوضع الصحي اليوم وما يستدعي، وبين الحاجات عملته خليط أزمة، عملته اجتماعات، يقول لي الوضع خطير ويطلب برشا مواقف وقرارات. يعطيك الصحة مشكورين دونك على هذه الفرصة للتعبير عن الوضع الوبائي اللي هو حاليا موجود في ولاية القيروان. نحن كنا يعني نبهنا إلى ذلك العديد من المرات، قلنا راه الوضع في القيروان هو وضع ماشي يعني نحو الارتفاع والارتفاع المشت، خصوصا في الموجة هذه الثالثة، وهذا يراه معناتها كان منتظر باعتبار أنه هنالك صارت إخلالات أو ربما تجاوزات وتصرفات بعض الأشخاص، خصوصا بمناسبة العيد، ولاحظنا اللي معناتها في وسائل النقل الاكتظاظ، لاحظنا كيف يعني في البريد وقت عند توزيع المنح وكل شيء. واحنا الحقيقة كنا ننتظر أنه يعني الأعداد باش ترتفع، ارتفاع العدد هذا كان زاد يعني هو مؤشر يعني مهم، وكان نتيجة زاد التحاليل اللي احنا كثفنا من التحاليل، خاصة التحاليل السريعة، وكذلك بالنسبة للمستشفى يعني أو المخبر المتنقل العسكري اللي ربما يعطينا حقيقة الأمور، بمعنى أنه الناس كلها كل من عنده علامات يمشي يعمل التحليل نتاعو وتظهر النتائج، نعرفوا اللي معناتها انه الانسان اذا كان يعرف روحه يعني هو ايجابي، مش كما الانسان اللي يعرف روحه مش ايجابي، ولاحظنا انه هناك بعض الاشخاص اللي هما يعني ياخذ ربما العلامات على اساس انه قريب سامبل، لا هو مش قريب، احنا قلنا العديد من المرات كونه بالنسبه لتو كل من عنده علامات اللي هي تشبه القريب راهي هذيك كورونا حتى الى ان ياتي ما يخالف ذلك. على هذا الاساس احنا كنا ديما خليط الازمه في انعقاد ربما دائم، واللي صار يعني البارح هو يعني كما ذكرت زميلتي قبل يعني ارتفاع عدد المرضى وتجاوز طاقة الاستيعاب اللي هي معناتها موجودة في المستشفى في المستشفيات المحلية، وكذلك زاد في المستشفى الجامعي، وكذلك بالنسبة للمستشفى الميداني اللي إن شاء الله معناتها هناك قرار للترفيع في العدد نتاعه. بالنسبة للانعقاد اليوم هو انعقاد نعرف اللي ثم السيد الوزير إن شاء الله مش يزورنا معناتها في حدود الساعة الثالثة، هذا اجتماع يعني تحذيري لتدارس الوضع وأخذ ربما القرارات اللي قد تحد من انتشار العدوى، وكذلك ربما معناتها إنقاذ بعض الأرواح خصوصا يعني للعدد المحدود بالنسبه للطاقه الاستيعاب اللي هي موجوده. وذكرت زميلتي مسبقا انه كيفاش وقع البارح تحويل يعني عدد مرضى للولايات المجاوره، ولكن هذا مش يدوم باعتبار انه الموجه هذه مش يعني خاصه بالقروين الكل، احنا اتصلنا مع عدد الزملاء وكل شيء، نعرف اللي تقريبا 21 ولايه لحد الان في يعني انت معناها مستوى انذار مرتفع جدا اللي معناتها تتجاوز 100 على 100 الف ساكن، وهذا يعني كي تنتشر كل شيء معناتها العدوى هذه وتمس تقريبا معناتها كامل الولايات، كل واحد يعني مش يولي لتجاهل موارده الخاصه، ونعرفوا الموارد بالنسبه للقيروان على المستوى الجهوي معناتها هي موارد معناتها محدوده، مشكورين الزملاء حقيقه يعني يخدموا فوق طاقتهم رغم معناتها الظروف الصعبه، رغم اللي فيهم حتى ناس مرضى ويعرفوا روحهم مرضى معناتها مازالوا كيمرضوا ورجعوا يخدموا كل شيء، انا نحييهم من هذا المنبر ونشد معناتها على ايديهم، واحنا ديما في اتصال مع خليط يعني الازمه وكذلك اللجنه الجهويه المجابهه الكوارث. ان شاء الله معناتها القرارات مش تكون باهيه، ان شاء الله معناتها نحكيو على القرارات شيء، ربما اقتراحاتكم انتم في ظل الوضع الصعيب هذا، ثم اقتراحات غلط، ثم اقتراحات ربما حجر صحي او منع جولان جزئي، تمش قرارات هو شوف هي المسؤوليه مش مسؤوليه اساسا على المواطن، ولكن المواطن في جزء منه هو مساهم باعتبار انه الفيروس هذا مازال قاعد يتحور قاعد يتطور، ولذا كان احنا ما ناخذش الاحتياطات الضروريه، راه ما تعرف انت معناتها في الوباء ديما كل واحد يحمي روحه يحاول يحمي روحه يحمي غيره، معناتها في الوباء عندما ينتشر الوباء خليه الامور مبنيه على الوعي ماهوش قرارات نتاع هذا لا هذا اساس لانه يزعوا يزعوا بالسلطان يزعوا بالقران، وهذا معناتها نحن حاولنا في العديد المرات نبهنا قلنا راهو الناس التزموا كل شيء، ولكن لاحظنا اللي بعض المواطنين تمردوا حتى بقرارات معناتها على راس الحكومه تمردوا وفتحت معناتها ربما بعض المحلات التجاريه وكل شيء، وهذا الحقيقه يسمى معناتها مؤشر خايب، نعرف اللي ظروف معناتها الاقتصاديه صعيبه ولكن حياه البشر اغلى واغلى من كل شيء، الانسان زاد كما كان ذكر زميلتي الذي كان يسمع غير قادر باش يتنفس وكل شيء وحاجته بالاكسجين وما معناتها ما يتحسش عليه يشوف روحه هو قاعد يموت، معناتها في نهايه الامر هو يعني يشوف في روحه يحتضر لا قدر الله، هذا احنا ما نحبوش نفس السيناريو هذا، ان شاء الله احنا بتضافر الجهود كل السيد الوالي مشكور وكذلك السيد وزير الصحه ان شاء الله معناتها مش نحاولوا نطوقوا هذا الوباء، اضافه لذلك احنا ندعو كل المجتمع المدني زاد الا القيام بعمليه تحسيس، وخاصه احنا ما عندناش سلاح اخر توا، السلاح الوحيد بتاعنا هو التلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح، وهذا مهم، واحنا لاحظنا في ولايه القيروان للاسف انه ما فماش اقبال معناتها كبير على التلقيح، من هذا المنبر انا ندعو كل الناس باش يسجل معناتها منظومه ايباكس، وقت هو يسجل معناتها تعرف توا هبطنا حتى ال 50 سنه معناتها بالنسبه للناس اللي قاعد جايهم معناتها الارسالات القصيره دون سن ال 50، لقى احنا اللي معناتها الاخرين في التربيه وش ان شاء الله معناتها مش نفتح
نصحوا زاد كيف كيف يعني مع حملات او مع متنقله لتلقيح الاشخاص اللي هما ربما يتعذر عليهم التسجيل في في كامل الولايه. ان شاء الله هذا مش يكون زاد كيف كيف طلب من السيد الوزير باش نطلبوه في كميه تلقيح خاصه بولايه القروان كسلاح اولي معناتها للحد من الانتشار. مع هذا لابد من تحذيرات لا قدر الله اذا كان صارت معناتها كما ذكرت معناتها اذا كان الاعداد يرتفع ديما فما نسبه كبيره من الايواء ونسبه كبيره لا قدر الله من الوفيات. ان شاء الله معناتها النسبه هذه نحاول نحدوا منها معناتها بما هو متوفر لدينا وبالتضافر معناتها العديد من الجهود. كيف كيف احنا دور الاعلام نثمنوه دور الاعلام مهم خاصه في معناتها في تحسيس المواطن خاطر المواطن لابد ان تقول له الحقيقه لانك انت كي تعمل بالحقيقه ثم ناس ما في بلاش ما تعرفش الوضع خاطر ما شفتش السبيطارات وهي تو معناتها ربما موجوده في المقاهي وموجوده في المساحات الكبرى ولا ما تعرفش الحاجه لانه كان الشيء معناتها يصير على الاخرين وما يصيرش عليهم. ولكن احنا اللي لاحظناه الوضع الحقيقه يعني ينذر بالخطر. وان شاء الله انا الحقيقه متفائل انه معناتها بالنسبه نعرف اهالي القيروان هم ناس يتفهموا وناس معناتها وقت اللي يدعوه معناتها للتضافر الجهود حتى حد ما يبخل من رجال اعمال من معناتها المجتمع المدني من مواطنين وكذلك زاد لابد ان يلتزموا ثم يلتزموا ثم يلتزموا وهذا يرى مهم. ونعرفوا راه بالنسبه للوباء تحب الواحد راهي ما هيش مهمه الصحه فقط راهي مهمه مشتركه كما في الحرب. الحرب معناتها شوف فما جنود في الامام وفما معناتها دعم اخر معناتها يتم من المواطنين وشفنا اللي ملحمه معناتها بن قرداد اللي هي معناتها هو يعني ربما معطى مهم بالنسبه لنا احنا في تونس وخاصه في القروان. تصور ان الناس كلها ستضاف الجهود وكلها مش تقوم بحمله التحسيس وكلها مش توعي كل واحد يوعي روحه ويوعي غيره باذن الله يعني يستقر الوضع. هذا زاد كيف كيف لو كان منتظر باعتبار انه في الموجه الثانيه القيروان ما شهدتش بالارتفاع اللي في بعض الولايات الاخرين واذا كان معناتها يجي الفيروس يلقى ناس معناتها ماشي معناتها ما مرضش قبل وماشي ملحق شيء معناها يعني طبيعي مش يكون ترى معناتها فاف ورابل باش القدر لا العباد هذه تمرض. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع وان شاء الله ربي معناتها يرفع علينا البلاء هذا وهذا الوباء ومعناتها نحذر الناس كل من الوضع هذايا ولكم جزيل الشكر. الف شكر لك. يعطيك الصحه.